ربع كيلو من الكبده المتقطعه صغير، كوبايه لسان عصفور محمر، معلقتين كبار من الصلصه، ثوم مفروم، فلفل مفروم، بقدونس مفروم، طماطم مبشوره، كزبره ناشفه وجوزه الطيب وملح وفلفل، ومكعب مرق خضار اختياري لو حابين تشيلوه تقدروا تستغنوا عنه، وزيت. تمام، تعالوا بقى ايه في الحله كده نبدا نشتغل. حله طبعا تكون سخنه جدا عشان احنا هننزل الكبده، وطبيعي احنا دايما لما بننزل الكبده لازم ننزلها في درجه حراره عاليه عشان ما تعملش ايه، ما تنزلش ميتها وتزفر معانا. لا انا عايزه العيش متغطي عشان كده هينشف يا محمد. تمام، هنبدا بقى ايه اول حاجه، هنزل هدي صدمه كده ايه للكبده، شويه زيت كده سخنين بحله سخنه، هبدا ايه انزل الكبده. عايزه الكبده متقطعه صغير خالص اهو، هنزلها كده. بصوا اول ما نزلت عشان الطاسه الحله اللي انا شغاله فيها والزيت سخن، بصوا ما خدتش وقت خالص. معانا مين؟ مي، صباح الفل. صباح النور، ازيك يا مي؟ عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. الله يخليك، منوره والله، احنا بنحبك قوي، بنحب نتفرج عليك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي تسلمي لي يا مي. هحط شويه ثوم كده وانا بكلمك يا مي. اقول لحضرتك اتفضلي، عايزه اعرف فين ورق العنب بالكوارع يتعمل ازاي زي المحلات كده. حاضر هقول لك، عينيا، ده انا هقول لك كمان هتعمليه احلى من المحلات. حاضر يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب. حاضر يا حبيبتي، عينيا. بصوا هنحط بقى شويه ثوم كده، شايفين طول ما الحله او الطاسه او الحاجه اللي انا شغاله فيها سخنه على طول تدخل معايا في السوا كده وما ايه ما تتعبنيش. ابدا احط عليهم شويه فلفل اخضر كده اهو، حابين تحطوا شويه فلفل حامي كده تحيقوا بيه الموضوع شويه برضو. تمام اهو الايه، تمام. وهبدا ايه اهو احط كده فلفل حامي. ام هاني صباح الفل، ازيك يا جميله؟ الحمد لله، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير. الحمد لله، عليكي بخير. الله يخليك. وايه الالوان الجميله؟ الله يخليك. قولي لنا عملتوا ايه في العيد، بدعت لهم؟ عملت لهم ايه؟ بدعت لهم بس والله انا نزلت النهارده مش سهل لان جوزي تعبان، النبي يقول الف سلام عليه لانه دخل المستشفى وتعبان. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الف سلامه حبيبتي عليه وكلنا مش معنى كده يدعوا له بالشفاء. طب قول لنا اسمه عشان الناس كلها تدعي له. اسمه محمود. ادعوا بقى الاستاذ محمود كده ان شاء الله ربنا يتمم شفاه على خير يا حبيبتي. يا رب ان شاء الله يتقبل منكم يا رب. الله يخليك، وانت طيبه حبيبتي وطمنينا عليه كده ان شاء الله يقوم بالسلامه حبيبتي. يا رب يا رب. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. بصوا هحط بقى ايه شويه لسان العصفور اللي انا محمراهم، وانا ايه قلت لكم برضو ان انتوا ممكن لسان العصفور والشعريه والحاجات دي تحمروها ازاي وتحطوها في برطمانات كده كانها جايه من الكيس من عند المحل عادي خالص، بس تبقى في نفس الوقت متحمر اهو. هقلب بقى الكبده مع الفلفل الحامي والرومي والثوم وشويه لسان العصفور دول، وهبدا ايه هحط مكعب المرق ده هيديني طعم حلو قوي. هدوبه كده شويه كده عشان ايه ما يبقاش مكلكع معايا، اتاكد ان هو داب اهو، واقلب بقى كده كله مع بعض اهو كده، وابدا ايه احط شويه كزبره ناشفه، شويه فلفل اسود، هملح بقى بس مش كتير عشان مكعب المرق، واحط شويه جوزه الطيب بيدي طعم فظيع اهو. نبدا بقى نحط الطماطم المبشوره، واحط كمان عليهم معلقه من الصلصه، واقلب بقى كده كل الكلام ده كده مع بعض. تمام اهو كل الكلام ده كده اديله تقليبه مع بعض، واحط شويه بقدونس او كزبره كده مفرومه، الاثنين بيدوا طعم حلو قوي اللي متوفر عندكم تقدروا ان انتوا تحطوه. واحط بقى ايه شويه ميه كده يا دوب اغطي لسان العصفور، مش عايزه ميه كتير يعني، يا دوب هغطي لسان العصفور مش اكتر من كده
حاضر، حط بس شويه ميه كده، هغطي بس لسان العصفور. لسان العصفور ما بياخدش سوا خالص، يا دوب يعني هياخد غلوتين هتلاقوه استوى وبقى زي الفل اهو. هغطي كده بس وهغطيه واسيبه يستوي، يا دوب بصوا مغطيه بس لسان العصفور كده، مش اكتر من كده. كده خلاص خلصت السلطه بتاعت لسان العصفور، ودي كمان بتتاكل بارده، بتتاكل سخنه، بتاكل زي ما انتوا عايزين باي حاجه.